كاين واحد المواضيع الناس ما تحبش تهضر عليهم في لي ريزو سوسيو وناس ما تحبش تسبحهم، راح نريسكي بروحي ونهضر عليهم اليوم. والموضوع تاع اليوم يقيس الرجال ويقيس النساء ويقيس الاباء والامهات اللي يسكنوا في البلاد ولا اللي يسكنوا هنا في اوروبا. تكون عندك المعلومه ما تعفسلكش، ما تكونش عندك المعلومه وراسك انت ولا انت غطيحوا في البياج كيما طاحوا لي قبلكم. السلام عليكم خوتي وخياتي، مرحبا بكم في قناة ديالكم رائد فلوغ. الموضوع تاع اليوم مهم بزاف بزاف، ولكن قبل ما ندخلوا في الموضوع تاع اليوم نقول لكم اذا ماكش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش ما تراطي حتى حلقة، يعني القفلة اللي تلقاها تتبزز بززها قريب ان شاء الله لحقوا المليون. الزربوك وطولتوا، نبداو في الموضوع تاع اليوم على بركة الله. الموضوع تاع اليوم اللي هو الزواج، بصح واش مزواج؟ انا الزواج اللي في البلاد ولا هذاك مخاطيني، انا ما رانيش عايش في البلاد، ما راحش نهضر على حاجة ماشي عايشها، ولكن نهضر على الزواج هنا في اوروبا ولا كمغترب. الناس اللي يجيبوا نساء ويحقروهم يرمدوهم هنا في اوروبا، ولا النساء اللي يطلعوا ويتحلبوا ويدوروا على رجالتهم، ولا الاباء اللي راميين بناتهم هكاك مهملينهم يحوشوا على الاورو والدرهم، ولا الاباء اللي راميين ولادهم تانيت للعجائز. علاش قلت لكم موضوع مهم بزاف بزاف؟ باسكو يقيس كاع شرائح المجتمع، وكي تكون تعرف الحقيقه تولي تطلع حسابك وما تعفسلكش. نبداو بالرجال ومن بعد نسا وما نروحوا للاباء. انا راجل نبدا بروحنا باش ما تقولوش راك رائد راك نتايا ديفوندي على الرجال وطايحه نسا. اي كاين رجال هنا، كاين واحد الفئه ما نقولوش كامل الحمد لله ماشي كامل، ولكن كاين واحد الفئه اللي هنايا اللي لازم الاباء والنساء اللي هم في البلاد يعرفوها. اللي كاين واحد الفئه اللي يجيب هنا يحب يتزوج، سواء كان مزوج مع قوريه ولا ما كانش مزوج مع قوريه ولا عازب كامل، المهم الناس اللي عندهم الاوراق. يقولك انا ما نتزوجش هنا ولا ما نكملش نعيش مع قوريه، نروح نجيبها من البلاد، نجيب وحده بنت بلادي، جزائري يحب يجيب جزائريه ولا مغربي يجيب مغربيه، تونسي يجيب تونسيه، المهم يحب يجيب بنت بلاده. يقول لك على جال العادات والتقاليد، هادو عنده الحق على كل حال، ويقول لك على جال التربيه نجيب معها الدراري باش يتربوا في الاسلام والدين ومنا، وهذه ثاني عنده الحق. صح المشكله والراي نزيد نعاود نقول ماشي كامل، انا نهضر على واحد الفئه صغيره ولكن لازم تردوا بالكم منها، باسكو يقدروا يحكموا غير لابارتي هذوك. بدي يقول لك رائد راهو واش يدير هذوك، يروح للبلاد سواء الوالدين تاعو يخيروا له ولا الجيران يخيروا له ولا هو يعرف كاش وحده يخيرها، يروح يتزوج في البلاد ويدير العرس ويعقد يدير كلش رجله. ولكن كي تطلع لاوروبا كي تطلعها لاوروبا هنا تبدا المعاناه تاع هذيك المراه. بزاف منهم ما يختملهاش الاوراق، يخليها حراقه. علاش خليها حراقه؟ يقول لك باسكو لو كان نخدم لها الاوراق ديرني القرون ودير فيا الباطل، وهذه نهضروا عليها ومن بعد هذه كي نبدا نطاكي في نسا. بصح نهضروا دوك على الرجال، ما يخدم لهاش الاوراق ويخليها حراقه، وكي تكون هي حراقه مسكينه اي تولي ما تعرف والو، عندها دارها هو ماليها، ما تخرجش من البلاد تهبط ليهم، خاصه الا ما عندها حتى واحد في الغربه. اصلا الا عندك شي واحد في الغربه ما راح يرفدك، الا عندك خالتك وخالك وعمك ومنها انسى طبره. يعني الطفلة هذيك راح تطلع عند راجلها ندير حساب لي راح تعيش لابال فيو تهنات وراح تعيش حاشاكم وحاشا قدركم الزبل تاع حياتها، تلقى روحها تتمرمد ديفو يطيحوا في الرجال تاع الكول الشراب الخنز يديرهم كاع في حياته، ويحكم هذيك بنت الناس يزيد يكرازيها يزيد يحقرها يضربها يسبها يطيح لها اسكلاب، نديرها اسكلاب عنده ماشي زوجة مكرمها. ربي سبحانه والدين تاعنا كرم المرأة وانت راجلها وما مو تكرمها ما تكرمهاش. انا سميك انت حقار انت، باسكو حاجة كيما هادي انت اختك اصلا ما تحبهاش، كيفاش تحبها البنت الرجال؟ بروفيتي بروفيتي انه ما عندهاش خاوتها ولا ماليها هنا في اوروبا، ومسكينة مقطوعة من شجرة، وبما انه ما كان حتى واحد راح يوقف معها لهنايا هاي تقول لك نحمل ونصبر وهنا يدخلوا والديها هاي تدخل يماها، ولا راجلك ماهوش مليح معاك منا جيبي الدراري جيبي له طفل بالك يستالما جيبي له جوج دراري بالك يخدم لك الاوراق، نزيدو ندخلوا في مشكل واحد اخر كاع. هي اصلا ماهيش متفاهمه مع راجلها راهو يحقر فيها، تروح تجيب له الدراري زيدي له مشكل واحد اخر الدراري هذوك، باسكو راح القضيه القضيه اصلا راح الطلاق. الو تولي تخمم هي غير كيفاش دير الاوراق وما يولي يدخل لهذا التخمام تاع السوسيال وكاين لا لا يجيبها ويخدم لها الاوراق ميم كوارطها يحقرها. انا نعطيكم حكايه خوتي اللي قصرت مع ناس صاريت لهم، تسمى ماليش نحكي هكاك برك ولا سمعت. دوك روحوا للرجال يتحقروا باسكو مام حنا يا رجال دي فوا نكونوا بزاف ماشي دي فوا بزاف نكونوا ضحايا، ضحايا التخمام تاع النشوي هذاك تاع لي فيمينيست وهذوك التوتوحات اللي راهم يحلبوا فيهم وراهم يبدلوا لهم في عقليتهم في لي ريزو سوسيو. قلت لكم نبداو في الرجال ما نروحوا ننسى. قلت لكم دي فوا يجيب هذيك الطفله لهنا ويخدم لها كوارت بصح يبقى يحقر فيها، تلقى معاها مازال سوا الكول سوا الدروك سوا الماشينه القمار سوا
يتبع النساء وحملي ولا هملي مام دي فوا تجيب الطفل ولا الطفلة يبقى هكاك. دو حكايات اللي سمعتهم من عند بنات بلادنا. لك انا يدخل لنا يا مربية ما نخدمها ولو قاعدة فضها الحواج وما كلتو سخونة فام دو فوا يتعصح لها يا غرب ولادها ولا وليدها ولا بنتها وراجلها ولكن هو والو تاع نساء ولا تقرع ولا تعمشينا قمار. واش راح تدير هاد المرأة دي؟ تصبر عام عامين ثلاثة أربعة خمسة يجي نهار راح يكون ديفورس وعليه من شكون يولي في المشكل وبعد تولي هي مشكل وولادها مشكل. كيفاش ديري بلادة الناس تولي تجري على السوسيال يولي النفقة ما يخلصش هو تولي تلقى روحها تكومباتي هي على ولادها باش طلعوا حسابكم البنات مشي غير تسمعي أوروبا تروحي تجري. وكاين فئة كبيرة تاع رجال ولاد البلاد تهنيت اللي طلعها من البلاد ويعيشوا بهناء ويعيشوا لاباس بهم. هذوك اللي عندهم في الراس الله يكملهم والله يدوم حالهم. هي صح حالات صغيرة ولكن مليح تكون تعرفهم. نروحوا دوكا للنساء ارحب ارحب. النساء منين نبدا منين نخلي؟ أي نبداو بالنساء اللي هنايا. دي فوا تلقى مرا عندها لهنايا بنات بلاد عندها كوارط كيروح يخطبها هذاك الحراق اللي حراق تلقاه وليد فاميليا وخدام على روحه وحاب يدير مستقبل وحاب يزوج بها على سنة الله ورسوله ما باش يقول بصح كاين بورسونتاج تاع كوارط ورا المشكل. ورا مشكل راهو حراق وحاب يخدم كوارط ورا مشكل. علاش هما نساء شغل الكوارت هذوما كحاسبينهم الجنه ولكن كاين بزاف تلقى حراق عجبه الطفله يقول لك نزوج مع بنت بلادي خما نزوج مع القوريه القوريه يزوج مشاكل بليوطار ما يقدرش يجي معاه دراري وتربيه تاعهم والدين يقول لك نزوج مع بنت بلاد. هيا هذيك بنت بلاد كي تلقى هو حراق تحقره يقول لك نو ما نزوج بحراق ولا تسميه كيما في فرنسا يسميوه بليدار. وتلقى داك الحراق بالك وخدم ويدخل دراهم اكثر منها هي اللي بكوارتها. لكن شغل عندهم هذيك واحد العزة النفس هكا يا ماشي كامل لا ولكن كاين منهم زعما عندهم عزة النفس شغل هي فور عندها كوارت ولا عندها جنسية هو حراق الوغ تحقر تزوج به مابا ولا زوجت به ودارت له الكوارت يا يما هضرة زوج تجبدها له هضرة زوج تجبدها له انا اللي درت الكوارت لوكا ماشي انا لو كان الوكا هادو ما اللي طلعهم من البلاد وكطلعوا هي من البلاد ديرها له انا اللي جبتك لاوروبا انا اللي جبتك لفرنسا انا اللي جبتك لاسبانيا انا اللي جبتك لالمان انا اللي جي على حلبتك الهضرة هذيك الخامجة اللي تخليه يكره منها ويولي يقول يندم في غديت القورية انا هرب من الحبس طاح في بابه بدا تغنجق عليه تغنجق عليه كره له الزواج منها قاوت من حراقة كي بدا يلنا يحب يدير الحلال يحب يستبيد بنيته يقاوم يتكبروا عليه اوتوماتيك مو يدور الساتيليت يقول لك انا نزوج مع قورية بنت بلادي حقرتني القورية ما حقرتنيش دائما ما رانيش نعمم هذول حراقة وخاوتنا اللي عندهم كوارط مغتربين نعطيكم كاع ليكا كاع كاع واش كاين وانت قيس بعقلك كي خاوتنا اللي عنده كوارط هنايا يقول لك نتزوج هنا بنت بلادي على جل تربيه الدراري العاده التقاليد مادا بيا نجيب وحده مسلمه فاهم هذه الحكايات هذو يبدا يحوس في البلاد والمنطقه تاعو ولا يوصي والديه ولا يوصي خياته ولا يقولوا شوفوا لك شبت فاميليا ولا بالك عينو في وحده بنت فاميليا يقول لك نطلعها لنا اوروبا نعيشوا مليح نديروا عائله نكونوا اسره ولكن هذيك التعلوبه هذيك اللي في البلاد كاين منهم اللي عينها ماشي على الطفل هذاك عينها على اوروبا تقول لك هات برك نحط رجلي في اوروبا وراني جايكم نقول لكم خاوتي حكايات هذوما صراو حكايات واقعيه والله يا خاوتي نقول لكم حاجه اقسم بالله المغترب باش يتزوج ولا يعاود الزواج يا حليل قسما بالله يا حليل ماشي سهله ماشي كاع سهله انت في البلاد عندك مشكل تاع الدراهم وكذا او لا انا ما عندوش مشكل تاع الدراهم بصح عنده مشاكل واحد اخرين كثر من تاع الدراهم اي بدا يحوس هكا وكاع يبانوا له كاع ليلى هذيك شابون روج هذيك قول لك يا اخي كاين واحد بروباب يقول لك ليلى تبقى هذيك ليلى والذئب ليلى ديما تبقى مظلومه حتى نهار الذئب يتعلم الكتيبه ما يتعلم الذئب الكتيبه يحلبنا في الاستوار تاع الصح طوك مازال ما تعلمش الكتيبه تبقى ليلى ديما مظلومه والذئب هو الحقار ايا تبدا هذيك التعلوبه هذيك تبدا تصيدو تبريلو بلي هي ناس ملاح وهي انتيك وبيان وقابله بيك بلي ديفو تاعك ومنا وفيك هادي وقابلتها وفيك هادي وقابلتها يهبط يتزوج يعاود يطلع يخدم لها الاوراق يطلعها تبونغي بونغا ترجعو 500 سنه اللور صاروا ما مع المؤثرات شوفوهم الا اللي نقدر نشوف المؤثرات اللي كانوا بينوا ازواج تاعهم وطلعوا من البلاد هي طلعت من البلاد طلع هذاك الزوجة اللي عايش في اوروبا جابت معه الدراري وطلقاته وتخرجك في ريزو سوسيو تقول لكم انا طلقت ودرت له الخلع هادو غير المؤثرات فما بالك اللي ماشي مؤثرات ايا تطلع لهنايا تطلع لاوروبا مع اللي تكون انتيك معاه سيدو خدام لاباس به صلاتو مربي وليد فاميليا هي تبدا
تبربش حاجه الاولى تضمن كوارطة تخدم كوارطة سي ما تجيبش معاه دراري واذا جبت معاه دراري على بلا بلي الحقوق ليها كامل الى عنده دار راح تولي دارها باسكو علاش هي تبدا تخالط البنات والنساء وهذوك تاع الجيران ومن هنا ومن هيك يعطوا لها كاع القوانين هنا كيف يسيروا قال سمعتي كي طلقي وعندك حريه وما تخليش يداوس معاك وما تخليش يعيط عليك وراكي حره وراكي بلا ليبرتي وديري واش حبيتي ولبسي واش حبيتي وهضري وكان يعيط عليك ما تحلبيش ما تولفيلوش هذوك يمدوا لها لي كونسيت الخماج حاجهكم قولها في راسها هذه الا ما كانتش مخروبه راسها من قبل تسمى الا ما كانتش جايه بنيه فاسده يخربوا لها في راسها اي تكروشي مع راجل عيط عليها على كاش عفسه ولا دير له بابا بوي في الدار والحاجه الاولى اللي ديرها له تعيط للبوليس سواء بروفوكيها باش يرفد يده عليها سواء تبدا تعيط وسواء يسكت هو سواء يبدا يعيط كيما هي تعيط للبوليس المهم دير له قضيه تما كسر بلاصه وبينه هنايا يا وتجي للمراه ومن بعد الدراري ومن بعد الكلاب باش نجوا الرجال حنايا القانون تاعهم ليها للمراه ديرات وكي تعرف هي هاد العفسه هذه كلاك فوكس الا ما رحم ربي الا ما رحم ربي ايا تبدا دير لك ترفع عليك قضيه الطلاق الخلع تقول لهم بلي ضربني ودار لي ورفد لي الموج من هنايا تخرج انت تخرج بقشك ترفد فاليستك ولا الساشي تاعك وتخرج ما عندك دراري ما عندك دراري تخرج ويحكموا عليك انت تخرج وتصرف عليها وتصرف على وليدك تخرج من المول تولي قاعد تخرجك من الدار دير لك قضيه كحله وكاين اللي دخلوا رجالتهم للحبس سامن بالله يا خوتي غير تلقى راجلها وليد فاميليا فحل وكذا وجابها من البلاد ودارت عليه ودخلته للحبس هذا من غدوه يقول لك ما نزيش نديها بالتبلاد وصحابو اللي سمعوا بالقضيه هذه نفس الشيء يقول لك انا ما نجيبهاش من البلاد وهنا يدخل الدور تاع الاولياء آية تلقى يماها اوليو تسقم الحاله تقول لها ودي راجلك ولنا للشيطان ومن له تقول لها ايه ما تحلبيه سيدي جيبي جيت طفل جيبي الدوزيام ربطي الدراري خذ الدوله تربي الدوله تخلص نساو هذيك العفسه تاع السوسيال اللي يقدروا يطيروا لهم الدراري وشكون الضحيه الكبيره هنايا الدراري اصلا انتيا كي تجيب ولا انتيا كي تجيب ولادكم هنايا يا ولادكم راح يتربوا في مجتمع مع الكفار مجتمع ماشي مسلم يعني هو وانتي نورمالمون تتعاونوا باش تخرجوا الجيل ولا ولادكم يخرجوا يتبعوا التقاليد تاعكم والعادة تاعكم والديانة تاعكم اصلا راح يخرجوا برا يشوفوا الدين واحد اخر مجتمع واحد اخر قولوا تضربوا انتم مع الدنيا باش تخرجوا ولاد ملاح تولوا تضربوا بيناتكم تطلقوا والدراري شكون يربيهم قادرين انت تربيهم وحدهم هنايا في اوروبا صعيب صعيب بزاف كان واحد ممكن ولا كانوا زوج كيلحقوا كيولوا دي زادولي صوص اختو الى البنات انت ما سلكوش منك راجلها يعني باباها ما سلكش منك كيفاش بنتك راح تخرج في البلوطار تولي بنتك ما تحكميش فيها تلحق 14 15 سنه دير لك الكوارث ويقدر الطفل ثاني تولدكم يديروا كوارث يقدر يخرج دروغي يقدر يتبع دعوى الشر يقدروا يخرجوا من الدين كامل يعني الضحيه شكون كان هنايا الابناء وباباها مسكين كيما مع اللي قلنا باللي الضحيه كانت المراه كاين ضحايا بزاف رجال والوالدين هنايا نجي ليكم يرحم بابك كيفاش انت قابل تزوج بنتك قابل تزوج بنتك وتمدها لبنادم ما تعرفوش سقسي عليها بالك دروغي بالك الكوليك بالك حقار بالك يضرب بالنساء ما تسقسيش راه تبارك لي سونسيال اوروبا ولا امريكان ولا كندا بالك تلقاه ديفو ما هضرش ميبا مع بالك يهضر معاه 5 دقائق باش تجوجي انت بنادم في 5 دقائق تلاقى معاه اليوم غدوه شطره ثلاثه تيستي عقليتو يبان لك وليد فاميلي ولا ماشي وليد فاميلي الناس من الهضره تفيق كاع فينا اللي ديفو ما كاش راجل ما فيهش اللي ديفو ولكن على الاقل يكون انسان وليد فاميليا انسان مربي يحشم ما يكونش بني عداس الا رميت بنتك انت تمدها لواحد بني عداس واش راك تستنى انت ولا انت يعني الاب والام في زوجه شنو ترموا بنتكم هكاك كيف الاب ولا الام يرموا ثاني وليدهم هنا نولوا للقضيه تاع مطلقات في الجزائر هاي الحاجه هذا ولا هذا لميمات هذا سؤال لوالدينا لميمات تاعنا يا الحاجه وليدك يكون في البلاد لو كان يحب يتزوج وحده مطلقه تقدر تكون بنتك مطلقه بنتك طلقت ولا بنتك انت كي تطلق في الدار تقولي لها يا بنتي خلاص راجلك راح باسكو ما فيه وفيه وفيه ربي يرزقك ان شاء الله بواحد ويقدر يكون عازب وليد فاميليا ومنه ومليه بنتك تملي لها تزوج تعاود حياتها مع واحد عازب وليد فاميليا ومربي بصح وليدك لو كان يقول لك يا يما انا حاب نتزوج مع وحده مطلقه 99% ما تقبليش كيفاش انت يا عازب تدي وحده مطلقه ويلا عندها الدراري خلات مستحيل قريب شبه مستحيل هذا واقع رانا عايشينه في المجتمع الامهات ما تقبلش وليدها يعني قليل قله قليله قليل وين تقبل انه وليدها يتزوج مع وحده مطلقه ولا عندها دراري اونكور بير بصح لو كان وليدها يتزوج مع قوريه مطلقه وعندها دراري هل حاجه تقبليه ولا ما تقبليش هنايا
يتبدل لا الديسكور هنا تقدر وأغلبية تاعهم يقبلوا. عاد تقول لك فلانة ما هضروش اسم كاش قاولي يزيدوا طيحوا في كاش واحد مرتو ولا بهذاك الاسم. المهم جوزيفين سموها لا جوزيفين. عاد تقول لك يقول لها لا إما جوزيفين مزوجة ومطلقة وعندها جدراري مزوجة جخطرات وعندها ثلاث دراري وتخدم لك وارض ولا باس بيها ومنه ومليك. هاي تقول لك جوزيفين حتى الله لي مع وليدي وراي متهلية فيه ودارت له ودارت له تقبل. تناقض هنا شغل تحس باللي احنا حقارين بيناتنا. الراجل يحقر في المرأة، المرأة تحقر في الراجل، والديها يحقروا في الراجل، والديها هو يحقروا، والديه هو يحقروا في المرأة، الزوالي يحقر في الزوالي، اللي يبيع يحقر في اللي يشري، واللي يشري يحقر اللي في اللي يبيع، اللي في أوروبا يحقروا اللي تحت في البلاد، اللي في البلاد يحقروا اللي في أوروبا. مجتمع رانا نتحقروا بيناتنا. كيف هممتي انت وليدك تقبلي له وحده مطلقه قاوريه قاوريه مطلقه وعندها الدراري؟ قالوا كان في البلاد ما تقبليهاش بتبلادو في البلاد عايش في البلاد قولي له نو ما تديش دي عزبه تاع عزب دي عزبه. ولو كان بنتك انت هي مزوجه مطلقه وعندها دراري يجي يخطبها واحد عازب تقبلي ثاني؟ قولوا لي ما كاش من هذه. انا النصيحه اقسم بالله انا شغل لازم جبت هذا السوجي هذايا باش نتايا ولا انتيا ولا انتوما كي تخمم في الزواج سواء تجيب تطلعي لاوروبا ولا هو يجيبك متزاير ولا هو حاب يتزوج من البلاد ولا هو حاب يتزوج من اوروبا ولا حتى تبعتوا بنتكم ولا تجيبوا وليدكم كاع الاحتمالات انا حكيت لكم واش كاين. كاين الامور هادو ما راهم صاريين في الواقع وما رانيش نقول كامل دائما نقول انا ما نجمعش ولكن حقيقه مره صاريه على الاقل تكون على بالك. كي تكون على بالك بحاجه كيما هذه اللي تقدر تصرى ولا راهي صاريه في المجتمع تاعنا ولا في اوروبا للمغتربين ولا لولاد بلاد أمو تقدر تطلع حسابك. والله علاش قلت لكم قبيله لهنا في لهنا في البلاد لهنا في اوروبا المغتربين حق الله باش يتزوجوا والله يا حليل قسما بالله يا خوتي يا حليل الرجل ولا المرأة باش نكون منصف الرجل ولا يخاف يجيبها من البلاد يقول لك راح نجيبها تطبعني في كوارتي نجيبها تطلقني وتروح يعني خساره غير التعب والوقت ويهبطوا العرس والدراهم ومن مليك ونهار تجيبها لهنايا راح تروح لي تقدر دير ديقات. يقول لك ما نتزوجش من البلاد وين الزوج من بلاد خايف وبدا يطلع في الحسابات ويتيستي. كاين دي فوا تاني المرأة تاني هنايا في اوروبا تقول لك بلي انا نزوج ولا نجيبه من البلاد يدير بيا كوارد وما عاد يروح يطلع لي صاحبته. اي ولات العقلية هذه تاع المرأة تطلع ومن بعد تطلع تطلق تطلع لاوروبا تزوج تخدم كوارد وما تطلع لكم صاحبها ولا هو يطلع يزوج يطلق ما عاد يطلع صاحبته. العقلية شغل استوار خلاطة. ولتحتها في البلاد بنات بزاف طامعين في المغتربين قول لك انا ندي الشيخ مضروقي ماشي مضروقي ليسونسيال عندو كوارت ليسونسيال عندو كوارت ولا عندو الجنسية باش نطلع يخدم لي كوارت وبعد اللي كيديها. ونفس الشيء تاو انا تاني تيقول لك نطلع نزوج بها ندي لي كوارت اللي كيديها. تخمام تاع واحد في عمره 20 سنة و 25 سنة ماشي كيما تخمام تاع واحد في عمره 30 و 35 ماشي كيما تخمام تاع واحد في عمره 40 ولا 45 سنة. قد ما يزيد عمرك يكبر راح يبان لك بزاف امور وراح تشوف امور بزاف وتسمع حكايات بزاف وتترزل. والهدف من الفيديو هذا اني نعطيكم المعلومه باش تكون على بالك واش يقدر يصرى ولا ربما ولا ربما نقدر نسلك حاله ولا حالتين وما يطيحوش في الفخ تاع هذاك ولا هذيك. بنات البلاد اللي عايشين هنايا مغتربات ماشي عيب انك تزوجي مع واحد حراك ما عندوش كوارت بالك هذاك هو اللي لو كان طيح بك يرفتك. تتانيت الى عندك الكوارت ماشي عيب انك تدي وحده بنت فاميليا. هنايا كاين بنات فاميليا بزاف ما عندهمش كوارت وكي تجيبها ولا جبتها من البلاد ما تحقرهاش سقسي تعرف ما تجيبهاش وتحقرها. وهذوك اللي من في البلاد وانت حابه تطلعي باش تزوجي مع داك المغترب مسكين تقولي ندير به الطريق والله دعاوه يخرجوا فيك قسما بالله غير يخرجوا فيك. هو تلقى مسكين بنيته يكومباتي بنيته باش يطلعك ولا باش يتزوج ويجيبك وانت تحشي له رجليها بعد حياته كاع ما عادش يدير كونفيونس قرم في نسام ما يجيش يديرها. هذوك شغل كيما تجي تميت تتعوج نجي نهضر شويه على الرجال النساء يخرجوا لك مليح تجي تهضر على النساء يخرجوا لك العجايز مليح تهضر على العجايز يخرجوا لك الشيوخه مليح كيما تجي دير تحصل. الله المستعان وخلاص. ان شاء الله وصلت الفكره خوتي وخياتي ان شاء الله لحقكم الميساج اللي نحب نوصله. خلي لي رايك تحت في تعليق نقرا كاع التعليقات على الخطر. ربي يهديني ويهديكم. تشاو راكابسي.